بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله راح نبتدي responsive layout introduction. حلقة النهاردة إن شاء الله بإذن الله يا جماعة نتكلم فيها كالعادة عن ثلاث نقط: definition, advantages و disadvantages بتاع ال responsive layout introduction. تقريبا قطعنا مسافة 50% من الكورس. هنبتدي ندخل على الربع الثالث من الكورس وبنسبة 75%، واللي هو الربع اللي يا ريت نعمل عليه فوكس لأنه هو بجد مهم جدا. طيب هنبتدي إن شاء الله بإذن الله يا جماعة عن ديفينيشن. اول حاجه يعني ايه ريسبونسيف لاي اوت؟ بصوا يا جماعه، يمكن يكون في السنين اللي فاتت لما الناس ابتدت تستخدم الانترنت بشكل غير اللي كانت بتستخدمه في الفترات اللي قبل منها، ظهور السمارت فونز والتابلتس والكلام ديت عمل لي طفره كبيره جدا في معدلات استخدام الانترنت. الناس ما كانتش بتستخدم، والنسب اللي النسب بتاعت استخدام الانترنت من الفترة اللي فاتت من يمكن 15 سنة ما كانتش اتضاعفت بشكل كبير جدا عنها من عن الفترة اللي قبل منها. ما بيجيش الانترنت جاست بيجي حاجة ترفيهية، ده اكشوالي بيجي من ضمن المصادر الأساسية للحصول على المعرفة. فاكشوالي بالتالي الامر انعكس على الويب سايتس، تصميمك للمواقع اللي بتبث لك المعرفه واللي بتمهد لان اليوزرز يبتدوا يدخلوا ويعملوا براوزنج عليها ويبتدي ياخدوا منها معلومه. الامر ما بيجيش جانب ترفيهي، ده بيجي اكشوال جانب يخضع لبحث علمي وبيجي يخضع لمعايير مختلفه بيها بتقدر تبتدي تبسط او تبتدي توفر اكسبيليتي تخلي الموقع بتاعك او تخلي تصميمك المستخدم يتفاعل معاه بشكل يريحه او بشكل مناسب ليه. الجانب ده يتخلانا يا جماعة نروح بالضرورة عن ان الناس ما بقتش تستخدم الانترنت على شاشات البي سيز بس، بس اكشولا بيجي فيه تابلتس، بيجي فيه سمارت فونز، بيجي فيه نوتس، بيجي فيه حاجات كتيرة جدا. الأمر ده برضه انعكس على الديزاينرز اللي ما بجوش يقصروا مجال تصميمهم على الشاشات بس يا جماعة. نو مور، ما بجيش دلوقتي التصميم على السكرينز بتاعت الشاشات ديت، لا ده بيجي بالضرورة ان انت لازم تهتم بالناس اللي بتشتغل على الموبايلز والتابلتس والكلام ديت. ده بقى لما بنيجي الحديث عن التصميمات ديت احنا بصدد الحديث عن responsive designing. responsive designing definition يا جماعة مكتوب layout that responds to the current environment، هو بيستجيب للبيئة اللي هو موجود فيها. يعني ايه يا جماعة؟ يعني that mean that layout can change based on orientation. ممكن ال layout ده يتغير orientation، يعني الشخص مسك الموبايل فون والتابلت بتاعه بورتري، الديزاين بتاعي يبقى ريسبونس يستجيب للاورينتيشن ذات لاند سكيب. مسك الموبايل بتاعي بشكل كده الديزاين بتاعي يبقى ريسبونسيف للطريقه ديت، اور تشينج بيست اون لو هو بيعرضه من نوت غير لو هو بيعرضه من سمارت فون، غير لو هو بيعرضه من ايفون، غير لو هو بيعرضه من تابلت، غير لو هو بيعرضه على شاشه كبيره، غير الكلام ده. الديفايس تايب بيجي فاكتور مهم جدا، سكرين ريزوليوشن، الشاشه اللي راح يتعرض عليها معدل دقتها عباره عن كام. ممكن يكون اتكلمنا عن سكرين ريزوليوشن ديت في نقط قبل كده، بس اكشولي هنتناولها في الريسبونسيف ديزايننج مفهوم تاني خالص. اذر فاكتورز في نقط كتيره جدا بيجي تاثر على مساله عرض المواقع. ما بقتش الشريحه المستهدفه بالتصميم هي بس الشاشات، بس اكشولي بيجي في نسبه كبيره جدا من الـ العناصر اللي انا ببني عليها تصميمي بنسبه كبيره جدا من الـ المرتدين للمواقع بترتادها من سمارت فونز وتابلتس او. فبالتالي لازم أن يكون في طريقه ان نبتدي نتفاعل فيها معاهم. ديت اكزاكتلي بالظبط اللي بيتكلم فيه ريسبونسيف ديزايننج. انا ريسبونسيف ديزايننج انا موقع اقدر اعمل ريسبونس، اقدر استجيب لعناصر كتير جدا ديفرنت فاليوز، ومن ضمنها different factors، ومن ضمنها يا جماعه الديفايس تايب، نوع الموقع، نوع الديفايس اللي بيرتاد الموقع بتاعي على اساسه
التصميم هيبقى فليكسيبل معاه، اور سكرين ريزوليوشن، نوع الريزوليوشن اللي بتاعت الديفايس بتاع اللي الفيزيتور اللي بيرتاد الموقع بتاعي، على اساسها انا ابقى ريسبونسيف. الاورينتيشن، شكل الشاشه اللي بيتعرض منها او اتجاه الشاشه اللي بيتعرض منها الموقع بتاعي، انا على اساسها هبقى فليكسيبل معاها. سي ده كله اسمه الموقع بتاعي بيجي فليكسيبل بشكل كبير جدا، مش بس فليكسيبل على السكرين ريزوليوشن، ده بيجي فيه فاكتورز كتيره تاني ده اللي بتخلي الموقع بتاعي اسمه ريسبونسيف، او الموقع مستجيب لديفرنت فاكتورز. الجانب الثاني اللي هنغطيه يا جماعه الادفانتجز، المميزات تحت الريسبونسيف ديزايننج ديت يا جماعه. اول نقطه هنتكلموا فيها اليوزر اكسبيرينس. الريسبونسيف ديزايننج يا جماعه، انت كريسبونسيف ديزاينر عشان نكون يعني برسايز، هقول الريسبونسيف ديزايننج الابيليتيز اللي بيديها لك، الامكانيات اللي بيتيحها لك، الكنترولز، الادوات اللي بيتيحها لك ريسبونسيف ديزايننج، بتخليك تتحكم في الطريقة اللي هيتعرض بيها الموقع بتاعك على حسب الديفايس اللي راح يعرضه والسكرين ريزوليوشن اللي راح تعرضه. ده اللي هيخليك تتحكم في طريقة عرض الموقع بتاعك على كل ديفايس، على اي ديفايس، او على ديفايسز كتيره، على سكرين ريزولوشنز كتيره، فبالتالي هتخليك تتحكم في الطريقه اللي اليوزر الفيزيتور بتاع الويب سايت بيتحكم في الكنترول، بيتحكم في الطريقه اللي بيتعامل بيها مع الموقع بتاعك. ديت المساله، فهو بيدي لك فيتشرز كتيره، بيدي لك مساحه كبيره من بيدي لك ادوات كتيره عشان انت تتحكم في الطريقه اللي اليوزر هيتحكم فيها في الموقع بتاعك، هيشوفه ازاي، تمام كده. فانت بتبتدي تستخدم التولز ديت عشان تبتدي تفرض، او مش بنقول تفرض، تبتدي تختار نمط معين يخدم هدفك اللي انت مصمم بيه الموقع بتاعك، وفي نفس اللقطه ما يتعارضش مع الفاكتورز المختلفه الخاصه بالسكرين ريزوليوشن أو نوع الديفايس اللي هو بيرتاد منه أو. الجانب الثاني كونتنت برزنتيشن، وده مفهوم جميل خالص. المسألة ما بجتش بقى إني أنا ببتدي أعرض كونتنت، لا، ده بيجي فيه فنيات وأسس علمية وأسس مختلفة أنا بكتر بيها أعمل كنترول على الكونتنت، على المحتوى اللي أنا بقدمه في الويب سايت بتاعي. سي لو أنا مثلا كنت بعرض الويب سايت بتاعي على شاشة حجمها كبير، اكشولي أنا دايما، أنا لازما في الحالة ديت أبتدي أعرض الكونتنت بتاعي بشكل كامل. ورسي لو أنا كنت بعرض الموقع بتاعي على شاشة حجمها صغير، أنا لازما أديله كام سطر كده وأقول له اقرأ المزيد، علشان أنا ما عرضتش الكونتنت وفرض هو مش عايز يبتدي يقرأ النص ديت كله. ده المسألة بتاعت الكونتنت برزنتيشن، المسألة بجد انت بتتحكم في، انت بتعمل كنترول في الكونتنت بتاعك على حسب الكونتكست ما هو عايز. في اذا كان السياق بيتطلب منك ان انت تكتر في الكونتنت بتاعك، اكشلي اب تو يو، مفيش مشاكل. اذا كان السياق بيتطلب منك ان انت تبتدي تعمل ليميتيشن، تبتدي تقلل في المحتوى علشان يبتدي تعرض اكبر عدد ممكن من المنتجات او من البرودكتس او من النقط المختلفة، ده امر برضه اب تو يو، بيرجع ليك وبيرجع ليه تصميمك وبرجع للهدف اللي انت عايزه من تصميم الموقع تبعك. الجانب الثاني يا جماعه، نو نيد تو كرييت سيبريت موبايل سايتس، انت كده استغنيت عن ان انت تجهز فريق عمل بالكامل علشان يبتدي يصمم لك الويب سايت بتاعك علشان يبقى ريسبونسيف للموبايل بتاعك اكشولي، ويا ريت يبقى للموبايل بتاعك عشان عندي حاجات كتير جدا تانية، عندي تابلتس وعندي عندي نقط مختلفه. دولت الكور كونسبتس، دولت النقط المهمه جدا اللي تخليك تبتدي تتعامل مع ريسبونسيف ديزايننج. على الناحيه تانية يا جماعة هنتكلم عن الديس ادفانتجز، الجانب الباك، النقط الخلفية يعني، ديس ادفانتجز. المسألة لما تيجي تشتغل ريسبونسيف ديزاينر بتطلب منك ماتش مور ورك، ماتش مور بلاننج، ماتش مور اكسكيوتنج، لأن اكشولي بصراحة يا جماعة انت بتبتدي تصمم الموقع بتاعك على اكتر من ديفايس في نفس اللحظة في نفس الوقت، ديت لازم انت تكون عارف كويس خالص انت هتعمل ايه في الويب سايت بتاعك، وهتعمل ايه برسايز كويس خالص. المسألة ديت بتربطني بالقصة بتاعت اني اعرض الموقع بتاعي على مالتيبل لاي اوتس،
صحيح صحيح، انت بتشتغل على مالتي بول لاي اوت خاصه بالتابلت، لاي اوت خاصه بالسمارت فونز، لاي اوت خاصه بالسكرين ريزولوشنز، اللي الامر ده انت ما بعدتش عنه، انت ما هربتش من المساحه ديت. لكن الفرق في ان انت بتبتدي تعمل مالتي بول لاي اوت في نفس اللحظه، وبتشوف تاثيرك على شاشه التابلت وشاشه السمارت فون وشاشه السكرين بتاعت في نفس اللحظه، فبالتالي مع اي فيلور اي غلط في دولت هيبهدل لك اللاي اوت بتاعك بالكامل. فديت عايز منك انك تكون بيرسايز، ان انت تكون بلاننج كويس جدا، لازم تكون مخطط كويس خالص للموقع بتاعك. ديفينتلي يا جماعه مساله البلاننج ديت هتساعدك كتير جدا 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 بالله في الليفلز اللي جايه، وده من ضمن النقط اللي لا خلاف عليها يا جماعه. النقطة الثانية، نيو سي اس اس اند تشيم فيتشرز. الريسبونسيف ديزايننج بشكل عام بيعتمد بشكل اساسي على السي اس اس والاتش تي ام ال فيتشرز الجديدة اللي بتضاف، عشان ما نكونش بالصورة. الريسبونسيف ديزايننج مفهوم ظهر من اكتر من حركة 15 سنة فما فوق، او في الرينج ده من السنين، ظهر مع التكنولوجيا بتاعت السمارت فونز والكلام ديت، وبيعتمد بالضرورة على ان ايه اللي بيتضاف جديد، ايه اللي بيتضاف للاتش تي ام ال والسي اس اس. فبالتالي احنا بنشتغل عشان الناس ما تهربش مني وما تقولش النيو اتش تي ام ال 5 وسي اس اس 3 جميل، ده امر ممتاز ورائع جدا، بس احنا بنشتغل يا جماعه على الفاندمنتالز، الكور كونسبت بتاع الريسبونسيف ديزايننج. فهو انا بنقول من البدايه ان هو بيعتمد على الجديد في المجال، ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ وبيعتمد على الجديد في السكرينز والريزولوشنز، الجديد في التابلتس والاجهزه اللي بتبتدي تنزل السوق. احنا مش هنقدر نتابع ونروح ونيجي بصراحة، لكن احنا هنبتدي ناخد المفهوم البداية بس، وانا عارف وان احنا ابتدينا الطريق متأخر، بس احنا بنحاول نبتدي الطريق بأساس كويس، مش بنقول احنا هنغطي كل النقط اللي احنا ان شاء الله باذن الله في المستقبل ربما نغطي نقط منها، لكن احنا بنحاول نبتدي بالكور كونسبتس ديت اللي يعني ايه ريسبونسيف ديزايننج. تمام يا جماعه؟ فطالما انت اخذت ريسبونسيف ديزايننج انت لازم تبقى ابديتد بالجديد في المجال يعني. تمام، بنقول لك ان شاء الله باذن الله في المستقبل يعني انت لازم تطلع على الجديد في المجال ده. هنحاول احنا نحاكي التصاميم المختلفه والمودلز ديت ان شاء الله باذن الله في المستقبل. احنا ابتدينا، فده خطوه مهمه جدا يا جماعه. انا نشكر لحضراتكم جميعا ان انتم ابتديتوا القصه ديت. تمام، اي نعم احنا ابتدينا متاخر، بس اكشولي ما تاخر من بدا. الجانب الثالث، نيد تو جو بي اون جاست سي اس اس. انت اكشولي يا جماعه في ريسبونسيف ديزايننج مش راح توقف على السي اس اس، اكشولي السي اس اس ده اول سلمه بس في مشوارك. انت لازم تكتب جافا سكريبت، لازم تبتدي تتعلم مثلا مكتبات زي مودرنايزر في جافا سكريبت. هيجي الحديث ان شاء الله عن مكتبات في الجافا سكريبت، اكشولي احنا لسه في مكتبات في سي اس اس ما خلصناهاش، فيعني او ما تكلمناش عنها. بالخطوات كده ان شاء الله ستيب باي ستيب هنلاقي نفسنا مشينا وغطينا نسب كتير ان شاء الله. مجال الديزايننج ده يا جماعه مجال واسع، وخصوصا مع التكنولوجيات المكتبات اللي بتبتدي تظهر والواحد مش عارف يلاقي ايه ولا ايه، لكن ان شاء الله باذن الله مع الفاندمنتالز انت بتبتدي تاخد زي كورس اساسيات اساسيات اساسيات، ده اللي هيخليك تدخل بقلب جامد على الجريدز مثلا، ده عندك خلفيه عنها، ده اللي هيخليك تدخل بقلب جامد عن ريسبون عن الترانسفورمرز انت عندك خلفيه عنها. النقط ديت لا محاله هتساعدك هتفيدك ان شاء الله باذن الله. فلو دخلت اي توتوريال انت بيكون عندك كور كونسبت من اتش تي ام ال وسي اس اس، دولت اللي انت هتحاول تبني عليهم، بدل ما انت تدخل الكورس من غير اساس. اكشولي انت عندك اساس ولو كان اساس تاريخي يا جماعه. ان شاء الله باذن الله الريسبونسيف ديزايننج ده اول سلمه في مشوارك علشان تبقى ديفينتلي ديفينتلي يا جماعه. المعدل استخدام الناس للتابلتس والسمارت فونز والنوت بوكس والكلام ديت يا جماعه مش زي الاول، نسب كانوا بيجنورت انت ما تقدرش تتجاهلها. فالشريحه ديت من الناس، وان كانت نسب الناس اللي بتستخدم الشاشات ديت لا زالت في بلادنا ما قلتش، لكن برضه انت ما تقدرش تعمل اجنور للناس اللي بتستخدم التابلتس والسمارت فونز. انا مش هقول لك ان انت هتصمم موقع يبقى ريسبونسيف مع اي حاجات مع شاشات مختلفه او موقع كبير، لكن احنا هناخد الفاندمنتالز اللي بيها نفهم الكيز للناس ازاي تبتدي تاخد تصمم موقع بسيط يتعرض على تابلت نفس الموقع هو يتعرض على سمارت فون نفس الموقع هو يتعرض على على مين؟ على شاشة كمبيوتر. ده اللي احنا هنحاول نحكيه بخلاصة الكورس كله يا جماعة في الانترودكشن ديت. ربنا ييسر كده ان شاء الله باذن الله، ويكتب لنا التوفيق والثبات واياكم جميعا.
نقابل ان شاء الله باذن الله الحاجه اللي جايه مع الميديا كويريز ومفهوم سبب ان احنا اتكلمنا عنه، لكن هنبتدي نتكلم عنه بشكل اعمق حبتين. سعيد جدا اني استقبل اسئله واستفسارات حضراتكم على مدار الحلقه ديت وعلى مدار التوتوريال بالكامل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.